تحية مجددا لكم متابعينا ومشاهدينا على موقعنا تونس الرقمية. ما زالت تغطيتنا ومواكبتنا مباشرة لعملية الاقتراع في هذا الاستحقاق الانتخابي الاستفتاء 25 جويلية. احنا الان متواجدين بمركز الاقتراع المدرسة الابتدائية بالشرقية اللي تعتبر من اكبر مراكز الاقتراع بالجهة، حيث يبلغ عدد المسجلين بالمركز هذا 5988 ناخب موزعين على 6 مراكز اقتراع. هذه الصورة المباشرة. العملية الاقتراع تحت وسط تأمين وحماية أمنية وعسكرية اللي متمركزة بمحيط مراكز الاقتراع وداخل مراكز الاقتراع. هذا التواجد الأمني والتواجد العسكري اللي متواجد بمراكز الاقتراع. هذه الصورة المباشرة من مركز الاقتراع على المدرسة الابتدائية الشرقية. الستة متاع الصباح فتحت أبواب مراكز الاقتراع اللي تبلغ عددها قلنا 302 باستثناء 135 مركز ذو توقيت استثنائي. 7 متاع الصباح توا باش يحلوا أبوابهم، هذه اللي دواعي أمنية ويسكروا مع الستة متاع العشية. لمزيد الحديث حول سير عملية الاقتراع هذه معنا مباشرة رئيس المركز عبد البسط حمداوي للحديث حول سير عملية الاقتراع هذه في الساعة الأولى منذ فتح باب المركز. المركز عبد البسط حمزاوي رئيس مركز المدرسة الابتدائية الشرقية القصرين الشمالية. المركز هذا افتتحناه 6 متاع الصباح. عدد الناخبين المسجلين في المكتب 5988 ناخب موزعين على 6 مكاتب. السير العمل عادي. الفئة العمرية اللي قاعدة تتوافد على المركز هي كبار السن، كبار السن أغلبهم. لم نسجل أي خروقات أو تجاوزات. سير عمل عادي طبيعي. هذا شو نجم نقول. فما تطبيق للبروتوكول الصحي. العملية هذه تصير في ظل انتشار معناها وارتفاع لعدد الإصابات بكوفيد 19. أكيد خذيتوا معناها إجراءاتكم بحكم تو الصباح المتواجدين ماهمش برشا، يعني فرادى يجوا ما فماش اكتظاظ أو ما فماش اكتظاظ إلى حد الآن. بالنسبة إذا كانت وجدت كثر العدد أصبح أكبر ننظموهم تباعد نطبقوا البروتوكول الصحي بحول الله وإن شاء الله لاباس. الفئة معناها المسجلة اليوم والإقبال كيفاش نجموا نوصفوه؟ إقبال محترم محتشم في الساعة الأولى وهما معناها من كبار. نحن قبل كانت 8 متاع الصباح، المرة هذه 6 متاع الصباح. الشباب الفئة العمرية الأصغر اللي متوسطة والصغيرة مازالوا ما جوش بكثرة، يعني الكبار السن هم متواجدين. الإقبال عادي، معناها إقبال مقبول، معناها نجم نقولوا مقبول. في انتظار نحن تو الساعة 7، الساعة 7 صباحا، في انتظار ساعات الساعة الجاية هذه يمكن نجموا نحكموا على الإقبال. تقريبا معناها 6 متاع الصباح ل 7 متاع الصباح قديش من ناخب توافدوا تقريبا؟ تقريبا ما نجموش ما نجمش نعطيك بالضبط. مشكور سي عبد البسط الحمزاوي رئيس مركز الاختراع المدرسه الابتدائيه الشرقية اللي تعتبر من أكبر المراكز وفيها 5988 ناخب مسجل. هكا تصير عملية الاختراع. كانت هذه نقطتنا المباشرة الثانية من المدرسة الابتدائية الشرقية مركز أحد مراكز الاقتراع بمدينة القصرين. نشوفوا في توافد المواطنين.
نذكروا انه في ولايه القصرين عدد المراكز الاستثنائيه يبلغ 135 مركز استثنائي سيفتح ابوابهم منذ الساعه 7 صباحا الى حدود الساعه 6 مساء.